السلام عليكم، حياكم الله وبياكم. الحمد لله نشأت في بريطانيا، ووالدي كلاهما من بريطانيا، وأختي أيضا، سبحان الله. وعلى الرغم من أنني نشأت مسيحيا، ذهبت إلى كنيسة مع أمي كل يوم الأحد، إلا أنني كنت أدعو إلى خالق السماوات والأرض، يعني الرب. سبحان الله، في ذاك الوقت ما أدركت ربي الله. لما كنت 5 أو يعني في صغرتي، يعني كنت 5 أو 6 سنوات، أنا أدركت أن خالق السماوات والأرض في السماء. حسيت، سبحان الله، لو كنت أريد شيء يعني سألت الخالق فقط، ما سألت أي شيء من المخلوقات، من الإنس، من الجن، أو من الأشياء، يعني غير عاقل. الحمد لله، اعتدت أن أدعوه إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن أغمض عيني وأذهب إلى النوم. سبحان الله، لما كنت صغير، سبحان الله. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله للذي هداني للإسلام والسنة. بعد ما اعتنقت الإسلام، أدركت يعني هذا الفطرة، هذا من الفطرة، شيء طبيعي. كلنا نعرف الله سبحانه وتعالى في السماء. سبحان الله، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.